صلى الله عليكم سمحت الوالد. يقول السائل: متى يكون التحدث بنعم الله رياء وتزكية للنفس؟ التحدث بنعم الله لا يكون رياء، بل هو من الشكر. إنما تزكية النفس أن تمدح نفسك، تمدحها بأعمالك وتزكيها وتقول للناس: أنا رجل أعمل كذا وأنا طيب وأنا، هذا هو تزكية النفس. أما التحدث بنعمة الله، الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم.